السلام عليكم ومرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وعلى خير في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذا الكنافه بالكريمه اللي كتجي رائعه، لا في المذاق ولا سهله التحضير ديالها، وزائد ما فيها شي مكونات بزاف. بقاو معايا في المقادير والطريقه. عندي هنا 200 غرام الكنافه اللي عملتها في الهشوار وطحنتها بديك الشكل هذاك اللي شفتو، وعندي هنايا واحد جوج الملاعق ديال الزبده غادي نعملهم في واحد المقلاه وغنخليهم يذوبوا واحد شويه، وغنكب عليهم ديك اولا غنضيف عليهم ديك الكنافه. صافي غنبقى نحرك فيها مزيان، وحاولوا ملي تبداو تشوفوها كتتحمر حنيولا البوطه باش ما تحرق لكمش في مره واحده، وما كنحيدوش يدنا منها، كنبقاو هيداك نحركوا فيها مزيان حتى كتحمر باش كيجي اللون ديالها موحد، ما كتجيش بعد منهم بويات وبعد منهم محمرين. صافي كنستمر بهذه الطريقه هذه حتى غتحمر لي مزيان، ومن بعد ان شاء الله نرجع معكم. صافي ها هي من بعد ما كملناها بالتحمير كتجي بهذا الشكل هذا. صافي غادي نمر دابا باش نحضروا الكريمه اللي غادي نعملوا معاها. بالنسبه للمقادير ديال الكريمه، عندي هنا لتر ديال الحليب، وعندي جوج الفاني، جوج ديال الاكياس الفاني او عملوا جوج الملاعق الفاني، وعندي هنايا واحد جوج الملاعق كبارين ضد الطحين، وعندي جوج الملاعق كبارين ديال النشا، وأربعة الملاعق د السكر، وواحد ملعقة د الزبدة. صافي كنجيب واحد الكسرول وكنوضعو فيه الحليب، ومن بعد غنضيف عليه السكر أربعة الملاعق، والنشا اللي عندنا ملعقتين او جوج الملاعق، والدقيق حتى هو عندي هنايا جوج الملاعق حتى هو، وغنضيف عليهم ديك جوج الاكياس الفاني. صافي دابا غنجيب واحد الخلاط يدوي اولا ملعقه، وغادي نبقاو نفسخوا ديك الطحين وميزينا اولا ديك النشا مزيان مع ديك الحليب حتى يتطلقوا مزيان، عاد غادي نوضعهم فوق البوطه. صافي تنتاكدوا بان ما كاين لا كويرات د الطحين ولا حتى حاجه، ودابا غادي نوضعوها فوق النار، ودائما حاولوا تشعلوا النار تكون مهيله، ما تكونش عاليه باش ما تحرق لكم شي وهي باقا ما عقدت. صافي كنستمر بالتحريك ديالها مزيان، هيداك تقريبا ما كنزولوش يدنا منها حتى كنوصلوا لهذا القوام هذا اللي كتشوفوا كريمي هيدا. حاولوا ما تخليوهاش تترجع قاصحه، عاد تزولوها من فوق البوطه، دائما خليوها هيدا شويه خفيفه. صافي انا هنايا كبيته في هذا الكاس هذا اللي كتشوفوا باش تساعدني في من جي نكبها في هذا الكؤوس هذا، وعملت له ملعقه د الزبده ولكن ما بانتش في التصوير، ما عرفتي وقيله تطفات الكاميرا. مهم غادي نوضع اول حاجه ديك الكنافه، ومن بعد كنضيف عليها هاد الكريمه اللي عندي. انا كما كتشوفوا عمرتها كامله تقريبا، ما غادي نعملش هاد الكؤوس هادو، ما عنديش كبارين بزاف، غنعمل غير واحد الطبقه ديال الكنافه من تحت، وعملت الكريمه زايده شويه، ومن بعد غير غنزين بالكنافه من فوق.
اللي عنده الكيسان كبارين اولا واسعين يقدر يعمل مثلا طبقه الكنافه وطبقه الكريمه حتى يكمل الكاس. صافي انا هنايا هذا الكاس هذا بغيت نجربه، قلت غادي نعمل طبقه اخرى للكريمه، ولكن في الاخر ما عجبنيش الصراحه وما عملتوش ما كملتهمش هيداك. صافي دابا غادي نزينهم شويه بالبيستاش او الفستق. صافي بهذا الشكل هذا غادي يكون هذا هو الشكل ديالهم النهائي، وديك الكريمه اللي بقات لي وديك شويه الكنافه اللي بقاو لي ضفت بهم زدت واحد جوج الكؤوس اخرين. صراحه حتى هما جاوا الشكل ديالهم مزيون بزاف. وهاد التحليه هذه ممكن انكم تعدلوها حتى في المناسبات ديالكم، تقدروا تعملوها في ديك الكؤوس الصغارين. صراحه كتجي المنظر ديالها رائع، زائد ماشي مكلفه وكتجي المنظر ديالها راقي الصراحه. انا غنجيب واحد الكاس منهم باش نوريكم كيفاش كتجي الكريمه ديالها. كتجي كريمه ديالها القوام ديالها كيجي خفيف شويه، ما كتجيش كريمه قاصحه. وكنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم، وما تنساونيش الدعوات ديالكم. وهيدا نكون وصلنا لنهايه الفيديو اليوم، كنتمنى هذا الفيديو هذا يكون نال الاعجاب ديالكم. اذا عجبكم هذا الفيديو هذا ما تنساوش تضغطوا على زر الاعجاب، واللي باقي مشتركش معايا في القناه اشتركوا مرحبا بكم، وفعلوا الجرس باش يطلع لكم كل جديد ديالي. الى فيديو اخر ان شاء الله. دمتم في رعاية الله، مع السلامة.